الكوميسا. طيب احنا رؤساء الكوميسا بالظبط. انا بس يعني برضو بدعم كل دول الكوميسا والنهوض بهذا الملف تحديدا. طبعا انا برضو حارض لحضرتك يمكن موجز قبل ما نخش في هذا الملف الهام وهو ملف رئاسة مصر الكوميسا، حارض لحضرتك أمثلة لما قامت به مكاتب التمثيل التجاري خلال العام الحالي. الجهاز قام بتنفيذ ما يزيد عن 100 تكليف وتوجيه رئاسي ومن مجلس الوزراء تم تنفيذهم والمساهمة فيهم في عام 2021. في إطار الدور المختلف اللي بيقوم به التمثيل التجاري النهاردة، تمثيل بينظم فعاليات كبيرة زي فعالية الكوميسا اللي نظمتها وزارة التجارة والصناعة تحت إشراف معالي الوزيرة دكتورة نيفين جامع. الحقيقة كان في خطة كاملة وضعتها معالي الوزيرة وإحنا قمنا بتنفيذها، وزارة التجارة والصناعة بالضبط، وتسلم فيها فخامة الرئيس يوم 23 نوفمبر رئاسة الكوميسا في العاصمة الإدارية، وتمثيل التجاري ممثلا في التيم بتاعه رئاسة التمثيل التجاري قامت مثلا بتنظيم جناح إكسبو. ويعني كان فخر مصر في دبي. الحمد لله الحمد لله، يعني معالي الوزيرة ادت كل الدعم لجهاز التمثيل التجاري عشان يحقق على الأرض في الإمارات جناح يفخر بيه كل منظاره، واللي بيصنف دلوقتي في الفترة الحالية، التصنيف بيتغير كل شهر، لكن بيصنف حاليا هو الجناح رقم 3 في التميز والإمكانية والتغطية والمحتوى على مستوى أجنحة 192 دولة. فده قام به وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري. عندي مثلا الصادرات المصرية الحمد لله السنة دي حققنا 25% زيادة في الصادرات المصرية، 25% في الصادرات المصرية الغير بترولية، وهي دي اللي احنا طبعا مسؤولين عنها، الصادرات المصرية الغير بترولية. البعثات التجارية على سبيل المثال ابتدينا نغير من شكل البعثات التجارية. النهاردة احنا البعثات التجارية بتتعامل بدراسة دقيقة ووافية، بحيث كل رجل أعمال مسافر في البعثة التجارية معمول له ماتش ميكن مع نظرائه، أو معمول له لقاءات مع نظرائه المستوردين الأفارقة أو المصدرين الأفارقة، وآخر بعثة يعني بعثات لترك الأبواب الصحيحة. الصحيحة بالضبط. وآخر بعثة يمكن قمنا بها طبعا بسبب الكوفيد وفيروس كورونا، آخر بعثة قمنا بها كانت ناجحة جدا، شارك فيها 45 شركة مصرية بالتعاون مع بنك وفا بنك. وحاليا بنتواصل بقى، لانه ما اقدرش انا اتعامل مع بس الوفا بنك وكذا، احنا النهارده فين البنوك المصريه، فاحنا متواصلين النهارده مع عدد من البنوك المصريه، ان البنوك المصريه تساهم معنا في اختراق القاره الافريقيه. حضرتك هتسالني البنوك المصريه هتستفادتها ايه من ده، انا بقول البنوك المصريه ده عنصر داعم جدا لاي صادرات واي اختراق للاسواق، وبأناشد البنوك المصرية في إن هم يفتحوا فروع ومكاتب في القارة الأفريقية، أسوة بالبنوك الهندية أسوة بالبنوك الصينية، لأن النهاردة البنك سواء البنوك المصرية أو غيرها تواجده على الأرض في أفريقيا بيسهل لي كتير جدا جدا، يقدر يفتح الاعتمادات، أضمن حقوق المصدر المصري بتاعي، يسر تحويل الأموال من وإلى هذه الدولة. أطلقنا موقع إلكتروني في التمثيل التجاري حديث، النهاردة عليه 700 شركة على الأقل بتستفيد، غير إن الناس اللي بتستفيد برا الموقع، لكن 700 شركة بتستفيد من الموقع مباشرة. المكاتب حققت 1189 فرصة تصديرية في عام 2021. تمت بالفعل؟ يعني تم التصدير بالفعل؟ دولة 1.1 مليار تحقق منهم على الارض، لان في حاجات انا ببعت المصدر المصري يقول لك ما عنديش كميه اقدر اصدر دلوقتي، انا متعاقد مع دوله اخرى. تحقق منهم بالفعل حوالي 720 مليون دولار صادرات فعليه. طب لو اتكلمنا على بند الاستثمار، جبنا فرص استثماريه ومشروعات استثماريه ب 1.9 مليار دولار في 2021. الحمد لله من المليار و9 من عشرة برضو تحقق على الأقل 850 أو 900 مليون دولار من الناس اللي جت، والباقي يا إما بيتراجع لسبب أو آخر، أو بيلاقي هنا حجم منافسة كبيرة جدا، لما بيجي يشوف منافسة في قطاع أو سلعة معينة عايز ينتجها فبيلاقي منافسة، أو بيلاقي مثلا من جهة أو أخرى اعتراض على هذا المشروع. وبالتالي أنا بأناشد كل زملائنا في جميع الهيئات وجميع الوزارات
وزي ما بينادي دايما سيادة الرئيس، احنا عايزين صادرات وعايزين استثمارات أجنبية. الاستثمارات الأجنبية لن تتحقق على الأرض إلا إذا كنت النهاردة بأيسر للمستثمر الأجنبي كل الوسائل، والأجنبي ده أقصد بيه المستثمر العربي طبعا والمستثمر الأوروبي والمستثمر الأمريكي، كل الوسائل، وسائل الراحة زي ما بنسميها، وسائل الراحة، إن أطلع له موافقاته بسرعة، أطلع له لو عايز معلومة أقدر أوفرها. فلو في جهة ما المعلومة مش قادرة توفرها بشكل كامل، بيضطر المستثمر إنه ينسحب من قراره الاستثماري. فبدل ما يجي يقول لي النهاردة أنا كنت نازل مصر وعايز أعمل مشروع ب 200 مليون دولار ب 300 مليون دولار، أنا آسف هأبحث عن دولة أخرى ممكن رغم إن عندنا مناخ استثماري مهيئ جدا، ورغم إن عندنا رئيس داعم بشكل غير عادي لمناخ الاستثمار والتصدير ويعني طب المشكلة فين؟ عندنا حكومة من كافة الوزارات، سادة الوزراء كلهم ودولة رئيس الوزراء طبعا توجيهات افتحوا الاستثمار، لكن بنيجي لبعض الهيئات بقى الموافقات بتبقى ساعات صعبة، تغلق الأبواب المفتوحة بالضبط. فبالتالي المستثمر بيخش في نيجاتيف زي ما بنقول او ياخد قرار سلبي. طب لما بيرجع الحركه ليه ما بتصعدش الموضوع للوزراء، لمجلس الوزراء، لرئاسه الجمهوريه؟ بيحصل في احوال كثيره وبيتخذ قرار بحل مشكله هذا المستثمر، لكن مش كل مره تستطيع. انت جاي لك عشرات او مئات، مش كل مره بتقدر تصعد، لانه ساعات بتبقى مشروعات ب 10 مليون دولار. طب انا مش عايز اخسرهم برضو. طبعا أنا مش عايز أخسر، لأنه ما تيجي حضرتك تبص على التجربة الماليزية، التجربة الأندونيسية وغيرها، 160 مليون بالضبط. النهاردة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الصغيرة هي اللي بتجمع وعملت هذه الاقتصاديات، واللي الدولة صرفت لها النهاردة كروت بمليارات بالزبط. من ضمن مبادرة البنك المركزي بالضبط. فالحقيقة يعني أنا بقول حتى يعني البنك المركزي داعم بشكل كبير جدا، يعني سيادة المحافظ وكل مساعد طبعا يعني دعم غير عادي. لما بنيجي ننزل على الأرض بقى في اللوجيستكس في بعض الهيئات أو الجهات، ما بيبقاش فيه، أنا آسف إن أنا أقول كده، لكن ما بيبقاش فيه عند الموظف الصغير أو عند المسؤول الصغير القدر الواعي بأنه لا أنا عايز كل مستثمر، ما ترفض ليش حد، ما تأخرش المعلومة، ما تأخرش الموافقة. يعني ساعات بتبقى الموافقة حتى في أحياء، وممكن الحي نفسه يقول لك لا عشان ده مش عارف ايه هخرج ايه. فطبعا ده بيعرقل كل مجهودات الدولة وبيعرقل كل أنشطة الدولة في زي ما بنقول ايه، طاقة سلبية مهدرة ساعات بنرسلها لعدد من المستثمرين، وبالتالي بياخد بعضه ويتوجه الى دولة اخرى. فيعني بقى ناشد كل زملائنا في جميع الهيئات والأجهزة، الاستثمار الاستثمار الاستثمار، الدول تحيا بالاستثمار. زي ما قلنا مصر ليها 43 مكتب دولي تجاري وفيها 55 عضو كمستشار تجاري، ومن المكاتب دي حوالي 31 مكتب فيها عضو واحد كمستشار تجاري، و12 مكتب فيها عضوين كمستشارين تجاريين. أما أفريقيا بالكامل ففيها 11 مكتب تجاري، أما الولايات المتحدة الأمريكية بكل ولاياتها مكتب واحد، وقارة أوروبا 7 مكاتب تجارية.